السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. في آخر المستجدات والأخبار عن المغنية الحمزاوية واللي تم فعلا طردها من مدينة تطوان من طرف العائلة ديال هذا الشاب التطواني العشريني، وهذا الشيء كامل إخواني أخواتي بعد ما حصلوها متلبسة يعني معاه داخل واحد المقهى، سيدة مريحة معاه يعني الرومانسية الحب بيناتهم، وهذا الشيء اللي خلى أن العائلة يتأكدوا أن فعلا الإبن ديالها يعني راه صراحة هذا هو الواقع. السيدة ما بغاش تفارق مع هذا الشاب، وحتى هذا الشاب حتى هو ما بغاش يتفارق مع هذا المغنية، وهذا الشيء اللي خلى العائلة أنهم يطرحوا أكثر من علامة استفهام بخصوص هذه العلاقة المشبوهة، واللي هما أصلا ما حاملينش أنها تستمر، خصوصا بعد ما تشاعت بعض الاخبار يعني من العصابه الحمزاويه الحساب ديالهم اللي عبر موقع التواصل الاجتماعي ونشروا واحد الخبر اللي قالوا انه فعلا تم الزواج يعني ما بين المغنيه وهذا الشاب العشرين، وهذا الشيء اللي خلى يعني العائله في حيره من الامر ديالهم، وخصوصا انهم حصلوهم متلبسين داخل يعني مازال العلاقه بيناتهم، وهذا الشيء اللي خلى انهم يطردوها. واللي البارح بالامس اخواني اخواتي مشات لمدينه الدار البيضاء يعني ورجعات وبقات كدير شي ستوريات يعني على الحساب ديال الانستغرام الاغاني يعني نشرت واحد الاغنيه ديال سعد مجرد يعني كله رومانسيه وكله حب، ولكن غير باش تعرف ان هذاك الابن ديال الاخوان اخواتي هذاك الابن التطواني الشاب التطواني اللي مازال مستمر في هذه العلاقه، هذا الشيء اللي خلى العائله انهم شكوا ان هذه المغنيه فعلا ربما انها قامت يعني عملت شي سحر ربما شي حاجه من هذا القبيل، وهذا الشيء اللي خلاه بالامس اخوان اخواتي داخل المنزل ديالهم انه يعني يحتج على هذه المعامله وانه اتخذ القرار ديالو وهذه حياته وما الى ذلك، وهذا الشيء من حقه انه، ولكن هذا المغني اخوان اخواتي راه شي حاجه ماشي هي هذيك، ربما ماشي خطه بغات تعملها يعني ربما انها بغات تبين لهذاك الطليق ديالها اللي هو محمد ترك ان هذه العلاقه فهي ليست علاقه مشبوهه، وان هناك علاقه حب مع هذا الشاب، وان حتى حاجه ديك الاشاعات اللي مازال كتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها يعني انسانه صبيصه انسانه خارج الطريق، يعني هذا الشيء كامل يعني في رساله مباشره سواء للجمهور او المحبين ديالها او كذلك الطريق ديالها اللي تفاجئ بهذا الطريقه اللي كتعامل بها هذه المغنيه في مع هذا الشاب، واعتبر ان هذه العلاقه اللي هي علاقه محرمه، وهذا الشيء اللي خلى انه يرفع واحد يعني يرفع واحد الشكايه او دعوه قضائيه ضدها باش يتبنى الابن البنات ديالو اللي هي مازال كتحداه ومازال حالفه انه عمره ما يشوف هذه الابناء طول حياته. في ظل هذه المشدد والاخبار ديال هذه المغنيه واللي خلقت واحد الضجه كبيره واللي فضحات هذا الابن ديال هذا الشاب التطواني العشرين والعائله اللي مازال يعني ما تسرطاش لهم، هذه العائله التطواني ما تسرطاش لهم، كيف يعقل انهم من عائله عريقه عائله غنيه ان الابن ديالهم تكون عنده علاقه مع هذا الحمزاوي الام ديالو اخواني اخواتي اللي كتعيش هذه الايام هذه الحاله النفسيه صعيبه بزاف، سيده صافي راه مرضات، سيده يعني ما لقاتش الجهد، بغات غير شي طريقه انها يعني تنصح ولدها، وحتى العائله ديال هذا الشاب كينصحوا الولد ديالهم وباش يبعد من هذه المغنيه، ولكن يعني هذه الخطه ديالهم انهم يبعدوا يعني ما نجحاتش ليهم، الا انه جا البارح من بعد ما جات العائله داخل المقهى وطردوا المغنيه واللي مشات الان يعني كما ذكرت الى مدينه الدار البيضاء يعني وفواحد الشقه وبقات كدير الفيديوهات يعني الصور يعني في رساله مباشره يعني للطليق ديالها، وكذلك كل اي واحد يعني اللي كيظن ان هذه العلاقه اللي هي مشبوهه، ولكن السيده فعلا السيده صافي صافي تزعطات في هذا الشاب يعني صافي راه ولات كتحمق عليه. ربما الفرق ما بينه وما بين هذا محمد ترك ان هذا الشاب مازال صغير، ومحمد ترك يعني مازال يعني في الريان ربما ريان شباب يعني اللي غيكون في الخمسينات بحال ما هكا، فالسيده اختارت هذا الشاب اللي مازال صغير باش تبدا حياته من جديد، وهذا الشيء اللي كيبين لنا ان فعلا هذه المغنيه ان الزواج في الاول مع هذاك محمد ترك كانت الهدف ديالو هو الطمع،
كان الهدف ديالو هو الطموح. حتى ذاك الطريق ديالها في الاول يعني كان الهدف ديالو الطموح، ولكن مع الايام ومن ولدو الوليدات سيدي ولا كيبغيها ولا كي، والدليل على انه حاول ما مره انه يتصالح مع هذه المغنيه، ولكن هي يعني رفضات هذا الصلح يعني، وحلفات ان العلاقه ديالو عمرها ما ترجع. فكما شفتوا في الفيديوهات السابقه هذا الطليق ديالها اللي دخل المستشفى بواحد النوبه يعني قلبيه، واللي مرض يعني وتاثر نفسانيا، واللي صراحه اللي حتى انه وجه رساله للجميع المغاربه انهم يتدخلوا في هذا الصلح. مشى للمهرجان ديال مرسي السلطاني اللي كانت حضرات له، طردوه يعني وهذوك رجال الامن انه ما يدخلش، وفي الاخير يعني رجع لبلاده، والان يعني راه كيدير التيك توك ديالو وراه وكيوجه رسائل غير مباشره. الا انه في الاخير تفاجئ يعني بذاك الخبر اللي نزل عليه كالصاعقه، واللي تاكد فعلا ان السيده راه ما كانش كتبغيه، السيده كانت عندها مصالح. هادشي اللي نقدر ناكد لكم اخواني اخواتي، هاد المصالح اللي خلات انها وصلت لهذه الدرجه، حتى انه كان فعلا انه كان كيعاونها يعني ماديا. الا كنتو كتقولوا لي لا ما يمكنش، فسيد اخواني اخواتي غير باش ناكد لكم هذا الطريق ديالها، فراه من اغنى الاغنياء ديال المنتجين يعني في العالم العربي. يعني السيد كينتج يعني الاغاني الناس يعني باموال طائله، وحتى انه وقف مع هذه السيده اللي هي مغنيه، وقف معها حتى وصلت وفي الاخير كركباته، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاليوم هذه العلاقه مع هذا الشاب فهي فضحاتها، وبينات المستور فعلا هذه السيده كانت متزوجه في الاول، فهو مبني على الطمع، ولكن في دماغها او الفكره اللي مازال مرسخه في دماغها اللي هو انه تزوج شي شاب يعني صغر منها، وهذا الشيء اللي كانت كتقلب عليه، خصوصا الى ذكرته وشفتوا انها دائما العلاقات كتكون مع شباب يعني مدن الشمال. يعني هذا هو بعد ما كان ميسي، ربما علاقات اخرى، ربما علاقات اللي ما اكتشفناهمش، ولكن هاي تفتحات فان الله يمهل ولا يهمل. فهاي العلاقه مع هذا الشاب للعائله ديالها، العائله ديالو اللي مازال يعني معترضه ان هذه العلاقه تتم، او خصوصا وان هذه العائله صراحه ديال الحمزاويه عندها دوسي وعندها ملفات اللي هي صراحه خطيره، وخطيره جدا اللي غتشوى الصوره ديال هذه العائله التطوانيه. فهاد المغنية اخواني اخواتي اللي عندها تجربة كبيرة في هاد الحساب حمزة مون بيبي، فعندها هي الخطط يعني هي اللي عارفة كيفاش غتوصل يعني ويتم الصلح، خصوصا انه حاولات مرة وتكرار انها تواصل من العائلة ديال هاد الشاب باش يكون واحد الصلح وترجع المياه الى مجاريها، وهادشي اللي مازال ما نشهدش فيه. ولكن نقدر ناكد لكم اخواني اخواتي هاد اللفعة ولا هاد المغنية اللي عندها ما يؤكد انها غتنجح في الاخير في هاد العلاقة. ولكن حاجة مهمة نقدر ناكد لكم اخواني اخواتي، ان هذه المغنيه اللي كينتظرها واحد العقاب او تنفيذ الحكم في حقها، اللي هو سنه سجنا نافذا، واللي في القريب العاجل يعني اجلا ام عاجلا فغيتم الحكم عليها والاعتقال ديالها، بخصوص الملف ديال حمزه مون بيبي. لطالما الجميع كينتظر الكلمه الاخيره لمحكمه النقد. محكمة النقد اخواني اخواتي هي عند القرار الاخير واش غتدخل للسجن او لا ما تدخلش، ولكن نقدر ناكد لكم كلشي تفضح يعني القضاة كذلك المسؤولين اللي كيحميوها كلشي بان كلشي توضح، يعني خصوصا الفيديو السابق اللي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو اليوتيوب، يعني راه شرحت فيه بعض الاشياء اللي هي خطيره بخصوص هذيك الرشاوي اللي قدمتها هذه المغنيه. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، في انتظار ما هو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.